في مجال الدروب شيبينج يوجد ثلاثة طرق عمل يمكننا استخدامها، وفي هذا الفيديو سنطلع عليها جميعها ونتعرف على حسنات وسيئات كل منها. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. طريقة العمل الأولى هي العمل مع تجار الجملة أو المصانع الذي يشحن منتجاتهم إلى الزبائن. تعتمد هذه الطريقة على إيجاد مصانع أو تجار جملة المعنيين بتسويق منتجاتهم، وهم مستعدين لشحن المنتجات نيابة عنا. حسنات هذه الطريقة: أولاً، إنشاء علاقة حقيقية على عكس الطرق الأخرى. في هذه الطريقة ستنشئ علاقة حقيقية مع المورد، وستكون دائماً معه باتصال، وسيساعدونك بحل أي مشكلة ستصادفها بخصوص منتجاتهم. ثانياً، يوجد مصالح متبادلة. في هذه الطريقة المورد الذي ستعمل معه سيهتم بنجاحك وسيساعدك، لأنه يروج منتجه الخاص، فبالنسبة له نجاحك ببيع منتجاته يعني له الكثير. أما بالنسبة لسيئات هذه الطريقة: أولاً، من الصعب العثور على موردين يرسلون للزبائن. عليكم البحث دائماً في مواقع التواصل أو مواقع الإنترنت، وإذا لزم الأمر السفر إليهم ليروا أنكم جديين في مشروعكم. ثانياً، احتمال لأخطاء بشرية. كما هو الحال في الشركات الكبرى، سيكون احتمال لأخطاء بشرية في تجهيز الرزمة لشحنها أو في المنتج نفسه، مما سينتج لنا الكثير من خدمة الزبائن. وثالثاً، التواصل الدائم مع المورد. على عكس الطرق الأخرى، عند التعامل مع الموردين ستحتاج إلى التواصل الدائم معهم، وهو من خلال البريد الإلكتروني أو السكايب أو الهاتف. فهذا هو شيء أساسي لبناء علاقة شراكة حقيقية مع المورد الخاص بك، فهو المستهلك الرئيسي لك. الطريقة الثانية، طريقة العمل الثانية، هي العمل مع مواقع التداول الافتراضية مثل أمازون، سيرز، كيمارت وأخرى مواقع. هذه الطريقة تعتمد على بيع منتجات المعلنة في مواقع التداول العالمية وربح الفارق من الأسعار. إيجابيات هذه الطريقة: أولاً، عدم الارتباط بأي علاقات مع الموردين. في هذه الطريقة كل ما تحتاجه هو إيجاد منتجات بفارق أسعار وإعلان المنتج لبيعه. وثانياً، تعدد الموردين. في مواقع التداول العالمية سنجد عدة موردين يبيعون المنتج نفسه، بما يسهل علينا اختيار المورد الملائم لشراء المنتج وربح المال منه. ثالثاً، إمكانية العمل بشكل أوتوماتيكي. يوجد عدة برامج تعطي لنا الإمكانية العمل في هذه الطريقة بشكل أوتوماتيكي، وتعمل نيابة عنا جميع المتطلبات مثل دفع ثمن المنتج للمورد، إدخال رقم التتبع، إعلان صفحات مبيعات متعددة وأخرى. أما بالنسبة لسيئات هذه الطريقة: أولاً، التغييرات تحدث دائماً. في هذه الطريقة تتغير طرق العمل بشكل دومي، وعليكم متابعة المنتجات والتغييرات. ثانياً، مواقع التداول تعارض فكرة الدروب شيبينج لأنها تناقض مصالحها. وثالثاً، تقريباً من المستحيل ربح المال دون استخدام برامج مساعدة. طريقة العمل الثالثة هي استخدام مخازن الأمازون، والتي تسمى بالـ FBA، اختصار لـ Fulfillment by Amazon. هذه الطريقة تعتمد على شراء منتجات من موردين أو مواقع وتخزينها في مخازن الأمازون وبيعها بأي موقع تريد، إن كان في أمازون أو إيباي أو موقع شخصي. إيجابيات هذه الطريقة: أولاً، السرعة والمهنية. مخازن الأمازون تشحن المنتجات بسرعة، ومعروف عالمياً بمهنيتها بتغليف وشحن المنتجات. ثالثاً، بيع المنتجات في موقع الأمازون، مما سيزيد عدد مبيعاتك بشكل كبير وأيضاً الأرباح. ثالثاً، إمكانية الربح أكبر. عند شراء كمية كبيرة من المنتجات سيكون سعر المنتج أقل مما هو معلن، مما ستكون الإمكانية لربح المال أكثر. أما بالنسبة لسيئات هذه الطريقة: أولاً، رسوم التخزين المنتجات. سنضطر لدفع رسوم تخزين المنتجات في مخازن الأمازون.
ثانيا رسوم إجراء وتغليف المنتجات، مخازن الـ FBA ستأخذ منا رسوم إجراء وتغليف المنتجات. ثالثا اختلاط المنتجات، عند شحن المنتجات لمخازن الأمازون سيتم خلطها مع باقي المنتجات الأخرى للتجار الآخرين الذين يبيعون نفس المنتج، وهذا يؤدي إلى حالة قد لا يكون فيها المنتج الذي يشحن إلى زبوننا بالضرورة هو المنتج الذي أرسلته إلى مخازن الأمازون، إلا إذا ألصقت الباركود الخاص على المنتج، مما سيكلف ذلك 2 سنت إضافية لكل منتج. لكل من يريد بدء مشروعه بمجال الدروب شيبينج، أنصحه التركيز عمله في طريقة عمل واحدة. لقد جهزت لكم سلسلة فيديوهات تعلمكم كيف يمكنكم بدء مشروعكم في الدروب شيبينج بطريقة صحيحة. كل ما عليكم فعله هو إدخال تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو، وسأرسل لكم الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة العديد من الفيديوهات التي ستساعدكم ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.